يا مساء الخير والجمال والفل والسعادة. حلقة جديدة النهاردة من برنامج هو وهي. طبعا كنت غايبة عنكم الأسبوع اللي فات، انتوا وحشتوني جدا. كنت تعبانة الأسبوع اللي فات فما كنتش متواجدة معاكم في حلقات هو وهي، بس النهاردة راجعة لكم في حلقة هو وهي، ومعايا النهاردة أكتر من فقرة في البرنامج. النهاردة هستنى تليفوناتكم ومشاركتكم معايا في الحلقة. النهاردة أرقام التليفونات هتتعرض على الشاشة. في بداية الحلقة أحب أهني كل المسيحيين، إخواتنا المسيحيين بأعيادهم، كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله تكون يعني أعياد خير وسعادة عليكم. وبهنينا كلنا أيضا يعني بالأعياد وبالسنة الجديدة. إن شاء الله تبقى سنة يعني 2023 تبقى سنة خير وتفاؤل وسعادة، ولازم ندخل السنة الجديدة وإحنا متفائلين ومحققين يعني محققين أهدافنا إن شاء الله السنة الجديدة. سنة 2022 عدت، كان فيها أيام كتير أكيد وحشة، بس طبعا كان فيها حاجات كتير حلوة وأيام كتير حلوة، كلها أيام ربنا. وإن شاء الله السنة الجاية يعني نكون محققين كل حاجة نفسنا فيها. موضوع حلقتنا النهاردة أو الفقرة الأولى في حلقتنا النهاردة، ظهر ترندات كتير على السوشيال ميديا، وظهر يعني برامج كتير بتدعم المرأة وبرامج أيضا بتدعم الراجل. فأنا في الحلقة بتاعت النهاردة يعني لما لقيت كلام كتير بيصور في الإعلام، موضوع الحلقة في الفقرة الأولى النهاردة هيكون هو مع أو ضد ما يصور في الإعلام من حقوق الرجل والمرأة. بنشوف طبعا برامج كتير ظهرت في قنوات فضائية بدعم الراجل، بتاخد الراجل وطلعه صابع سما، وفي برامج طبعا بدعم المرأة بشكل كبير. احنا برضو دورنا كإعلام كان مفروض يكون محايد بشكل أكبر من كده، ان احنا يعني يبقى محايدين للرجل والمرأة، ان احنا نقدر نخليهم يبقى في نقطة تواصل ما بينهم، يبقى في يعني يبقى في مشاركه. هما الاثنين في النهايه الرجل والمراه دول هما بيشاركوا بعض في الحياه. ما ينفعش ان انا افضل امجد كتير في الرجل واقول لا الراجل يعمل ويسوي وانا استحمله وانا اعمله وهو الفرعون الكبير وهو الفرعون الصغير. يعني الكلام ده برضو يعني بيثير جدل كتير، وبحس دايما يعني او مؤخرا بقى في الاعلام بقى بيتجه الى ترند اكتر من انه يتجه الى يعني المحايده، او ان هو يتكلم بشكل واضح، او ان هو يعني ينمي فكر المواطن اللي بيتفرج علينا. يعني فانا يعني مش معنى ان برنامج مثلا بيدعم المراه او بيتكلم على المراه او بيحابب ان هو ياخد حقوق المراه، اللاين بتاع حقوق المراه، ان انا اطلع اتكلم في برنامج تاني على حقوق الرجل، وان انا افضل اقول كلام. يعني برضو في تصريحات كتير اتقالت هي مش مقنعه بالنسبه للناس، وبقيت بشوف برضو ان الناس اللي بتتفرج اصلا او الحاجات دي لما بتطلع على السوشيال ميديا، بقيت بشوف ان لا احنا المواطن نفسه بقيت بحس ان هو عقليته بقت مش بتستوعب، او ان هي مش بتاخد على الكلام ده قوي، ان هم بياخدوا ممكن الكلام مثلا من باب الضحك والتريقه والهزار. انا برضو في البدايه انا مش مع صف المراه ولا صف الرجل، انا دايما بحب اكون يعني الواحد يكون دايما محايد. اكيد طبعا ان حاجه كويسه ان الست. طب احنا معانا اول اتصال في حلقه النهارده، معانا استاذ ايمن. اهلا بيك يا استاذ ايمن. اهلا بسيادتك يا فندم. اهلا بحضرتك، منور الدنيا. اهلا بسيادتك يا فندم. ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده؟ والله يا فندم انا مع حقوق الراجل قلبا وقالبا. اكيد طبعا. طب حقوق الرجل ايه من ناحيه يعني انا طبعا كلنا مع حقوق الرجل، والرجل ليه حقوق والمراه ليها حقوق ايضا، بس انا بتكلم في ان انا يعني ان مؤخرا اكيد انت متابع برضو القنوات الفضائيه او متابع يا فندم، متابع في مذيعه معينه اعلاميه معينه مع المراه ومذيعه معينه مع أيوة. مع الرجل. يعني انت شايف ان هو ان انا صح اطلع هاجم الراجل بشكل كبير او اطلع هاجم المراه بشكل كبير؟ احنا كل واحد ليه حق وكل واحد. الموضوع ده يا فندم بعد اذنك، الموضوع ده المذيعه اللي مع حقوق الراجل قلبا دي وقالبا ممكن تعمل بلبله في البيت المصري. ليه؟ ايوه ممكن يا فندم الراجل يخش يعني بسامع المذيعه دي تمام التمام، يجي يخش عايز بالكربون اللي قالته المذيعه دي بالكربون، صح ولا غلط؟ صح. الزوجه مش هتتقبل او في زوجات تتقبل. هنا تحت المشاكل يا فندم. ايوه
وعلى النقيض برضو المذيعة اللي هي مع حقوق المرأة. المرأة نفس القصة، نفس القصة يا فندم. عايزة بالكربون اللي قالته المذيعة ده بالكربون يتطبق. ليه ما يكونش في حيادية ما بين يعني الرجل والمرأة؟ كل واحد عارف حقوقه يا فندم. ايوه صح، المفروض احنا كاعلام برضو يعني نصدر دايما التحايد والمحايده بين الرجل والمراه، وان ده في بينهم مشاركه، وان احنا برضو ما يعني نقرب وجهات النظر، ان احنا ما نفضلش برضو نتكلم في ان الرجل ونمجد في الرجل او في المراه. البيت المصري بالاخص يا فندم، البيت المصري بالاخص جاي مع المشاركه اساسا بين الزوجين. جاي مع المشاركه بين الزوجين، مش اصل طبعا ده اهم حاجه صح. ايه اللي لوحدها متسجلش يا فندم، زي ما بيقولوا انا بتكلم باللهجه الصحيحه بلدي. احسن ناس لوحدها طبعا. ربنا يخليك يا فندم. ايه اللي لوحدها متسجلش يا فندم؟ طبعا صح. لابد 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 من المشاركه والمصارحه ما بين الزوجين. طب انت ايه يعني لما بتسمع التصريحات دي انت بقى كراجل يعني يعني بشوف برضو ان الرجاله لا، بحس ان هي برضو بتاخد الموضوع بشكل ضحكي شويه، او بيحس ان الموضوع فيه افاره شويه. مش مع ده او ده يا فندم. انا مش مع ده او ده. لكن انا مع الحياديه، مع الحياديه. كل واحد اولا هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امر احد ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. وفي نفس الوقت قال رفقا بالقوارير، صح ولا غلط؟ طبعا صح. يعني الرسول نفسه عليه السلام كان محايد حتى في احاديثه عن البيت، عن البيت والحياه الزوجيه كان محايد. ايوه ما كانش مع الراجل او المراه، يعني قال رفقا بالقوارير اللي هم النساء. النساء ايوه. وفي نفس الوقت قال لو كنت امر احد ان يسجد لغير الله لامرت المراه ان تسجد لزوجها. أنا بشوف الرسول اللي هو عمود الأمة، إمام الأمة، كان محايد. إحنا ليه نعمل بلبلة في البيت المصري بالأخص؟ هي أيوة مش مصر يا فندم، نسبة الطلاق كده كده مرتفعة وعادية. نسبة الطلاق كمان برضو بقت مرتفعة بشكل كبير، يعني لو أنت بسبب الفتن دي يا فندم، بسبب الفتن دي. أيوه. بسبب الفتن دي. وبرضو بحس برضو شعب مصر والبيت المصري يا رب. يا رب امين يا رب. بحس برضو ان الحاجات دي برضو بيبقوا يعني ترند اكتر من انها وعي للناس اللي بتتفرج، فاهم؟ بنشكرك جدا استاذ ايمن. وطبعا يعني انا برضو بشوف بستغرب جدا ان الرجاله نفسها اما بتسمع الكلام ده بتاخد الموضوع بشكل برضو اللي هو ضحك قوي، او اللي هو بلا مبالاه برضو، لان الكلام برضو يعني في تصريحات برضو بتتقال بحس ان هي غير عقلانيه. يعني انا سمعت تصريح برضو مؤخرا. طب احنا معانا اتصال تليفوني تاني من استاذه شيماء. اهلا بيكي يا استاذه شيماء. ايوه يا فندم. منوره الدنيا. عامله ايه؟ انا الحمد لله زي الفل، انت عامله ايه؟ الحمد لله تمام. انا بحب حضرتك جدا وبحب اسمعك. حبيبتي تسلمي لي والله، شكرا. انا حاليا دلوقتي عند اهلي وواقفه على الطلاق ومشاكل بينه وبين جوزي على طول، ومفيش تفاهم بينه وبين بعضه، ولنا 5 سنين متجوزين وما انجبناش عيال. فانا عملت حاجات كتير عشان ارضيه ومش عارفه، مش عارفه نعمل ايه بصراحه. ايه هي طبيعه المشاكل يعني بينك وبين زوجك؟ عدم المشاكل، هو مع نفسه كده على طول، اهانه وشتيمه وضرب وعلى طول قال بيا، وبصراحه يعني معاملته مش كويسه معايا، مع اني ما عملتش حاجه تزعله، وكنت بستمنى له الرضا يرضى. كنت بص لما بنشوفه داخل كده كان بص فرحه كبيره ودخلت البيت، ولما يبقى في الشغل بره بنبقى مضيعه، مش عارفه نقعد، مش عارفه نعمل معاه ايه. هو كان كده قبل الجواز طيب، ولا هو يعني بعد الجواز اتغير؟ لا بعد الجواز اتغير في حاجات يا مراوي. يعني في الخطوبه كان كويس، وكنت بنقول ده الانسان ده كويس وهيعيشني وهيحافظ عليا، ما فيش. بعد الفرح بشويه الدنيا خربت خالص معايا، والمشاكل بتزيد بيني وبين بعض، وفي حاجات ياما خالص مش كويس معايا فيها. وانا حاليا دلوقتي ليا 3 شهور وحاجه عند اهلي. طب ليه اهلك ما حاولوش يدخلوا في الموضوع مثلا، هم حلوه بشكل ودي مثلا، انت تتكلمي معاه يعني تقربي وجهه النظر ما بينك وما بينه، يعني ما تحاوليش برضو يعني حاولي بقدر الامكان ما تخربيش البيت، او ما يبقاش فيه اللي هو انفصال رسمي، يعني انفصال رسمي او كده، يعني حاولي.
قعدت معاه واتكلمت معاه وبقيت قلت له انا خلاص الدنيا بقت بيا وزهقت وانا نفسي جوايا حاجات نفسي نحكيها لك يعني بقيت معيط له كده وخلاص هين عليه نحب على ايده. قال لي طب وقع ما انتش عاجبك العيشه روحي اتطلقي ما انتش عاجبك انه ايه وقعد يشتم وزهق. طب انت يعني هي المشكله عندك ان هو ما بقاش كويس معاكي زي الاول او ان هو بقى متجاهلك شويه قله اهتمام منه الكلام ده صح؟ هو قله اهتمام وزعيق وشتمته ومعاملته مش كويسه معايا خالص اصلا وكل لا حاجه. لا طبعا يعني انا ضد طبعا ان الراجل طبعا يعني يشتم مراته او يمد ايده عليها طبعا الكلام ده كله طبعا مرفوض، لكن انا بتكلم في ان انت لو تقدري ان انت تحلي الموضوع بشكل ودي ان انت يعني تكسروا الملل تكسروا روتين الحياه ما بينك وما بينه الكلام ده كله يعني حاجات بسيطه وفي النهايه كلنا بنتراضى بكلام يعني اهلك برضو يتدخلوا ان هم يحلوا الموضوع اهله يعني تقربي وجهات النظر ما بينك وما بينه، لكن طبعا ضرب واهانه والكلام ده كله ده مرفوض يعني احنا اتكلمنا فيه في حلقات كتيره قبل كده يعني. احنا بنشكرك جدا يا شيماء ويعني اتكلمنا قبل كده في موضوع الاهانه بين الراجل والمراه. احنا معانا طيب استاذ محمد للاسف الخط فصل، شكرا يا استاذ محمد يعني حاول تتصل بينا تاني. لسه بنتكلم تاني في موضوع حلقتنا هو مع او ضد ما يصار في الاعلام من حقوق الرجل والمراه، يعني هل انا يعني ابقى مع حقوق الرجل قوي والست تيجي على نفسها بشكل كبير عشان خاطر ترضي جوزها، ولا المراه تبقى متعنفه وهاخد حقي وان هي تبقى خلاص انا سند وظهر لنفسي والكلام ده كله. بس برضو انا مش مع يعني انا طبعا مع ان الست تحتوي زوجها وان الست تكون كويسه معاه وان الست تتكلم بنبره صوت هاديه شويه وهي بتتعامل مع جوزها وان هي تكون حنينه وان هي تدي له هيبته. طب احنا معانا اتصال تليفوني من الحاجه فاطمه. ازيك يا استاذ خلود؟ منوره الدنيا يا صديقه البرنامج. ازيك يا حبيبتي؟ الحمد لله على السلام. الله يسلمك يا حبيبتي، شكرا. كنا مفتقدينك والله. عامله ايه؟ والله انتوا وحشتوني جدا. انا زي الفل. الله اكبر عليك، منوره الشاشه والله. حبيبتي تسلمي لي والله، انا بستنى تليفونك كل حلقه يعني انت بتنورينا دايما. والله نفس شعوري يا بنتي. الله يخليك. ازيك؟ انا زي الفل، انت عامله ايه؟ الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ايه رايك موضوع حلقتنا النهارده؟ لا جميل. بص، هو الراجل ده جنتك ونارك اولا يعني. ايوه بس كده تلخصت الموضوع كده. لما بيحترمك هتحترميه طبعا وتطيعيه وتحترعيه بالمعقول طبعا. يعني احنا مش ملاك، بس ده بيحترم، ده انت لما تحترميه هيحترمك اكيد. طبعا العلاقه برضو لازم يعني اهم حاجه في الجواز وفي الارتباط هو الاحترام ما بين الطرفين والتفاهم. لا طبعا طبعا طبعا. طب طالما فقدت الاحترام خلاص انسى اي حاجه بقى. ايوه جوزي يعني الحمد لله راجل متعلم وطيب وكويس، ربنا يهديه بقى للاخر. والله نفس معاملتي يعني، والله اي سؤال من عندك يعني هجاوب لك عليه. لا والله يعني احنا كنا بنتكلم لان انا في الفتره الاخيره طبعا انت بتشوفي طبعا الفيديوهات بتنتشر على السوشيال ميديا والبرامج بتتكلم، فانا بشوف ان دايما الاعلام لازم يكون محايد، فانا حبيت النهارده اختار يعني الحلقه عنوان الحلقه او موضوع الحلقه عن ما يثار في الاعلام من بين حقوق الرجل والمراه. انا طبعا بشكرك جدا يا حاجه فاطمه، دايما بتنورينا ودايما صديقه البرنامج. احنا معانا اتصال تليفوني تاني من استاذ محمد. السلام عليكم. استاذ محمد عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، ازيك؟ اهلا بحضرتك، انا تمام. بحييك على البرنامج الجميل صراحه المثمر. ميرسي والله يعني. جميل وحي صراحه. هو البرنامج جميل بيكم وانتم مشاهدين البرنامج دايما بتخلونا ان احنا نشتغل على نفسنا وان احنا نعمل حلقات كويسه. شكرا لحضرتك. حضرتك ايه رايك في موضوع الحلقه بتاعت النهارده؟ البنات طبعا يعني صراحه بيلمس يعني جزء مهم جدا في المجتمع مناقشه حقوق. استاذنك يا استاذ محمد تعلي صوتك شويه. طب بنشكرك جدا يا استاذ محمد، يعني حاول تتصل بينا تاني. انا يعني زي ما بتكلم، لا انا مش مع يعني انا مش ضد ان الزوجه تكون كويسه مع زوجها وان هي تكلمه بادب وباحترام وتدي له هيبته وتدي له وضعه لان هو برده سند وظهر
ويعني وظهري ليها وهو الكيان برضو بتاع البيت يعني. احنا معانا اتصال تليفوني تاني من استاذه نورهان. الو. الو، اهلا بيك يا استاذه نورهان. نورهان تقريبا في مشكله. نورهان كانت بتعيط ولا ايه؟ لا نورهان حاولي تتصلي بينا تاني بقى عشان خاطر انا كده عايزه اعرف انت كنت بتعيطي ليه او كنت هتعيطي ليه معانا يعني. فانا برجع يعني في الموضوع تاني، لا يعني لازم الراجل يبقى عارف ان هو ليه حقوق وليه واجبات، والزوجة ايضا لازم تبقى عارفة ان هي ليها حقوق وليها واجبات. ما ينفعش ان انا مثلا يعني، انا سمعت برضو في تصريحات برضو لفتت انتباهي جدا، ان يعني وانت زوجك نازل ما تقولوش مثلا هات فلوس نعمل اكل، او هات فلوس البيت محتاج فلوس مثلا عشان خاطر ما ينزلش مكشر ومتضايق والكلام ده كله. طيب ماشي، ما هو انا لما اجي اقول حاجه للي بيتفرج عليا لازم اقول له حاجه مقنعه. ما هو اللي بيتفرج عليا ده برضو يعني عقليه وبيفهم وبيستوعب، لازم اقول له حاجه تقنعه. يعني ايه ما اقولوش هات لي فلوس سيب فلوس في البيت وانت نازل عشان خاطر البيت محتاج اكل ومحتاج يعني. ما هو ما يرجع يلاقي اكل فين، ولا لما يرجع يعني احنا ما نقول حاجه برضو، نقول حاجه برضو ايه نقدر ان احنا نستوعبها، او نقول حاجه احنا فاهمينها اصلا. هو انا مش هبقى مع ترند لدرجه ان انا بقول كلام انا مش فاهماه اصلا. فانا يعني بشوف ان كل واحد مننا لازم يكون ليه واجبات ولازم يكون ليه حقوق. احنا معانا اتصال تليفوني تاني، معانا استاذ ممدوح. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ ممدوح. انا بحييك. ايوه سامعاك حضرتك، ممكن تعلي صوتك شويه؟ احييك على البرنامج والله. ربنا يخليك يا استاذ ممدوح، ايه رايك في موضوع حلقتنا النهارده؟ والله موضوع الحلقه جميل وحضرتك جميله، بس المشكله انك جيتي متاخره شويه، البرنامج اتاخر علينا شويه والله. احنا برنامج الساعه 3 طالعين 3 بالظبط. لا مش تاخرتي ولا تاخرتي في الزمن، لانه كان المفروض من سنتين ثلاثه. ايوه يعني حضرتك كان عندك مشكله من سنتين ثلاثه؟ لا ما عنديش اي مشكله الحمد لله، ام زكريا مريحاني وزي الفل والله. ربنا يبارك لك فيها. انت ايه بتشوف الترندات اللي بتطلع على السوشيال ميديا والكلام اللي بيتقال كتير، بتشوفه ايه من وجهة نظرك يعني؟ عشان انت برضو راجل يعني، الكلام ده انتوا ما بتسمعوه بتقولوا ايه يعني؟ بيبقى كويس بيقنعكم؟ بتحبوا ان الستات فعلا تعمل الكلام اللي بيتقال ده ولا لا يعني؟ لا، ومن ناحيه بيعمل فجوه بين الاسر، كلام يعني احيانا بيبقى مستفز بالنسبه للراجل، بيكون مستفز بالنسبه للراجل. خاصة في المجتمع الصعيدي، عشان برضو يعني الراجل عندنا احنا برضو بيبقى في تشدد غير ال ايوه فاهمين. ايوه الناس اللي هي مودرن شويه. احنا بيبقى الموضوع حساس يعني، ممكن يعني في بسبب برنامج ممكن تحصل مشكله تؤدي الى طلاق الزوجه وخراب اسره بحالها يعني. ان ممكن يعني اللي بيسمع البرنامج مثلا يتمسك بالحاجه اللي المذيعه او الشخص بيقولها. أيوة. فيسبب مشكله كبيره في الاسره يعني. طب نشكرك جدا يا استاذ ممدوح. احنا برضو لسه مستنيه برضو تليفوناتكم واتصالاتكم عشان تشاركونا برضو في الحلقه بتاعه النهارده. احنا معانا استاذه منى. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بيك يا استاذه منى. ازيك يا استاذه خلود؟ اهلا بحضرتك، انا تمام يا رب دايما. ايه رايك موضوع حلقه النهارده؟ هو بصي، ايه هو لو كل واحد عارف هو عليه ايه وليه ايه، يعني كل واحد اصلا هيرتاح. ده حقيقي فعلا. بس طب انت شايفه ان الراجل ايه اللي ليه عند الست يعني، هو يقدر ان هو يحتوي المراه زوجته ازاي يعني؟ اللي يقدر يقدمه لها يعني عشان خاطر البيت يبقى مرتاح والست ايضا يعني. هو الراجل المفروض ان هو يعني بيحترم بيته، يكون قريب قوي من اهل بيته. اه طبعا. انت سامعاني طيب كويس استاذه منى؟
بنشكرك يا منى جدا على الاتصال. طبعا زي ما منى قالت طبعا لازم الراجل حقوقه ان هو يعني لازم يحترم مراته ويحترم بيته، لازم يعرف ان هو رب الاسره دي ورب المنزل ده، لازم ان هو يكون مقدر برضو حجم المسؤوليه اللي عليه برضو، ان انا خلاص ابقى خلاص انا فرعون البيت بقى، وانا لازم اللي اقوله يتعمل، لازم اللي اقوله يتعمل واللي اقوله يتنفذ والكلام ده كله. لا عادي، في مشاركه، في ان انا لما اجي اتكلم مع ما اجي اتكلم برضو مع زوجي. معناها اتصال تليفوني. طيب السلام عليكم. اهلا، ازيك يا نسمة، عامله ايه؟ الحمد لله، حضرتك اخبارك؟ انا زي الفل الحمد لله. هو لو سمحت كنت عايزه استشير حضرتك في سؤال كده، وممكن ترد عليا. اه طبعا اتفضلي. إيه؟ طب بصي، هو انا متزوجه بقالي 6 سنين وكده يعني، ومعايا طفلين ولد وبنت ما شاء الله. في البيت كل يعني كل فتره كده في مشاكل وفي حوارات وكده، فالواحد يعني خلاص تعب من المشاكل وتعب من ده، وفي الاخر ما مش عارفه اعمل ايه بالظبط يعني، واهلي مش متفقين ان انا يعني اخد اولادي وكده، وانا مش يعني برضه مش قادره ان انا اسيب اولادي وكده، فمش عارفه محتاره. ما بصي برضه يا استاذه نسمه، يعني على حسب طبيعه المشاكل، في مشاكل اللي هي الطبيعيه بتاعت حياتنا كلها كلنا، دي مشاكل تقدري انت تحليها. لا معلش حضرتك اسالك بقى، يعني ايه هو المشاكل؟ هو انا يعني هو انا مش انا اللي عامله المشاكل يعني، هي مشاكل من ناحيتهم وكده، وانا مستحمله وبقول عشان خاطر عيالي وكده، وعشان اهلي مش عاوزين ياخدوا عيالهم. تمام. لا انت ما عندكيش كرامه، امشي، انت مش عارفه ايه. مين اللي بيقول لك كده؟ مين اللي بيقول لك انت ما عندكيش كرامه؟ هو نفسه يعني. هو بيقول لك انت ما عندكيش كرامه ان انت قاعده معاه وهو بيضايقك يعني؟ انت ما عندكيش كرامه، امشي يعني. يعني ده انت قاعده عشان تربي عياله، عشان خاطر ما يبقاش فيه مشاكل نفسيه ليهم، عشان خاطر. انا مش عارفه بقى، محتاره يعني، لسه الموضوع ده بقى له كام يوم وكده، وهو مسافر وعماله لو عندك دم خلاص امشي، انت مش عاجبك براحتك، و هضحك عندي يوم اخواتي واللي يقولوا يمشي على رقبتك والحوارات دي يعني. لا طبعا، يعني ولادك اهم حاجه عندك انت طبعا، ما تسيبيش البيت وما تمشيش وما تسمعيش كلامه. انت قاعده عشان خاطر اولادك وعشان خاطر نفسيتهم وعشان خاطر تربيهم كويس ويعيشوا ما بين اب وام، حتى لو في بعض مشاكل او كده، لكن لا ما تسيبيش ولادك يعني باي شكل من الاشكال يعني. وفي مشاكل نقدر ان احنا نستحملها ونعديها، المشاكل اليوميه اللي بتحصل لنا، في مشاكل بتبقى صعبه شويه ممكن نتدخل فيها، يتدخل فيها اهالينا مثلا الكبار، لكن لا مش كل حد بقى يعمل مشكله مع مراته او يحصل حاجه، يحصل طلاق وهيحصل خراب للبيت يعني. بشكرك جدا يا استاذه نسمه. احنا معانا اتصال تليفون تاني من الحاج سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذه وجزاك الله كل خير. انا زي الفل، ربنا يخليك، شكرا. دلوقتي ما فيش واحد النهارده بيسيب عياله ومراته من غير مصاريف ومن غير اي حاجه كده، اصل انا مش هسيب لها هي هتاكل ولا هتبوظ، انا بسيب لي عيالي وهي مراتي وملزومه، انا ما عنديش مشاكل اولا ان انا راب اسره وعندي بنات متجوزه ورجاله عندي 5 6 متجوزين. ما شاء الله، ربنا يبارك. بس الله، بس انا بتكلم على النمط العام. ما فيش واحد النهارده صار مش هسيب لها فلوس هتوديها في الشارع بفلوس هتصرف على بيتها، امال هتجيب منين؟ على اولادك وعلى بيتك صح؟ هتجيب منين؟ بس كل مطلوب، ما هي ما تطلبش في اوان، في كل وقت ليه اوان تطلب فيه، وهي برضه لازم تبقى مقدره برضه. ما تخلوش طالع الصبح، طالع الصبح عريق كده وهي عارفه ظروفه، وتقول له النبي هات، ما في ساعات للطلبان، وهو اصلا لو هو راجل، لو هي مريحاه اصلا نفسيا، هو هيشوف راحتها ايه من غير ما تقول له ومن غير اي حاجه، هيقول لها خدي مصاريف عيالك خدي، وما فيش حد، كل بيت النهارده لازم يكون فيه مصاريف وفي عهده للبيت وفي كل حاجه، بس لازم كل واحد يشوف مطالب التاني ايه. ايوه، كل واحد له طلبات، انت رايحين له واخده، ريحيني اريحك، هي كده. هي انا ممكن لو انا طالع على شغلي وبقى حضرتك وفي جيبي 10 جنيه حدها لها وعيالي عايزاها في بيتها حدها لها، ما انا هتروح تقول لك جيران والنبي دول لك اكل عيالي؟ لا طبعا، انت المسؤول صح عن البيت. يبقى انا مش راجل. انا هسيب اتسول، بس هي تكون هي نفسها بتقدر الظروف،
بتقدر ظروفه وبتطلب في طلبات في اوقات المطلوب طلبانها. صح صح. الطلبات مش في اي وقت وتيجي تزعله بالليل او في اي وقت وتيجي الصبح وطالع تقول لا بديني مش بديكي معايا فلوس مش بديكي مثلا. هي لازم برضو تختار الوقت الصح ولازم تكون عارفة الحالة المادية اللي زوجها فيها الكلام ده كله. بس هي برضو يعني انت يعني ممكن تكون حضرتك خارج مثلا او طالع شغل، هي برضو عايزة تجيب اكل الولاد وعايزة واحد رايح درس واحد تعبان شوية بعد الشهر عليه. انا بقول لسعادتك اهو كل واحد عارف مصاريف بيته ايه. صح صح. ما انا عارف عيالي اللي بيروح الدرس عايز ايه، كل واحد مطلع على بيته وعارف بيته لازمه ايه وعايز ايه بالظبط. ده معيشة. أو أنا هقول لها والنبي ودي العيال الدرس وما تدهمش فلوس ما تدهمش مصاريف ما تاكلهمش، هتاكل وتشرب وتبقى 100 100 وهتصرف لها أنا، ما هي مالهاش دعوة، ولا أنحط في الصخر وديها وأربي عيالي صح، أنا عايز عيالي أحسن مني ومراتي ما تحتاجش لحد، عايز أملى عينها. فهي هي تختار الوقت الصح، فكل واحد بيبقى له ظروف في بيته وكل واحد له نظام. فبس الحريم بقى له مؤاخذة يعني إيه يتقوا الله شوية ويبقوا كويسين كده ويخلوا الحياه مرحه. ويعني ما عنديش مشاكل اولا انا اخر حلاوه في الدنيا، بس هم يعني برضو تراعي الظروف، تراعي الظروف وتطلب في طلبات الوقت اللي المطلوب اللي المفروض ينطلب فيه. هي برضو بيكون برضو عندها التزامات برضو يعني. وبرضو ست طبعا يعني انت وجهت نصيحة كبيرة، لازم برضو ست تبقى عارفة الحالة المادية لجوزها ايه، ولازم تبقى برضو مقدرة برضو الوقت اللي هو بتطلب فيه. يعني مينفعش مثلا تيجي مثلا وهو متضايق راجع من الشغل تعبان الكلام ده كله تضغطه، انا عايزة انا عايزة ابنك عايز، وانت اوريدي عارفة ان هو عنده مشاكل او ان هو مضغوط او ان هو ماديا مش احسن حاجة يعني. فاحنا لازم نكون مقدرين يعني ظروف بعض، ولازم نستحمل بعض عشان هي ده الحياه يعني. البيت الصح بيمشي كده، بتلاقي دايما الراجل بيجي على نفسه عشان خاطر عياله، والست دايما تيجي على نفسها عشان خاطر عيالها. فلازم احنا نكون يعني واعيين عشان خاطر الحياه تبقى كويسه معانا، ونبقى دي بقى الشراكه الناجحه، او ده يعني احنا شركاء في الحياه كده صح يعني. احنا بنشكرك جدا، يعني مكالمه حضرتك كانت مهمه جدا، وحضرتك يعني معانا اتصال تليفوني. طيب احنا هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم تاني، عندنا فقرة مهمة بعد الفاصل. جهزوا بقى، جهزوا اسئلتكم عشان خاطر تسألوا الدكتورة، هترجع لنا بس بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقه هو وهي النهارده، الجزء الثاني من الحلقه. معانا طروب طه اخصائيه العنايه بالبشره، اهلا بيكي. منورانا في هو وهي. ميرسي. عايزين بقى نتكلم النهارده عن البشره، عشان طبعا السنه الجديده كل سنه وانت طيبه. عايزين بقى نعمل لوك كده او نبقى داخلين على السنه الجديده كده واحنا بشرتنا بقى كده يعني مزدهره كده. تمام. بصي اول حاجه طبعا كل سنه والمشاهدين بخير وحضرتك بخير. انت طيبه ربنا يخليك. عشان انا اهتم ببشرتي صح لازم اعرف نوع بشرتي. طيب انا اعرف نوع بشرتي ازاي؟ معظم الناس بتعاني من حته ان هي بتشتري منتج غلط. ده حقيقي تستخدمه. ايوه يعني انا بعاني. كل اللي بيقولي كل اللي بيقولي بيعانوا من نفس الموضوع اللي هو انا شفت منتج عليه خصم صاحبتي جابته فانا جبته. بس اوفر عليه واحد ده. بس طبعا بيجيب نتيجه عكسيه جدا، ويرجعوا يشتكوا يقولوا بشرتنا بيطلع لها حبوب وبيبقى فيها بثور ومشاكل. طيب اول حاجه لازم اعرف نوع بشرتي. نوع بشرتي البشره يا اما دهنيه يا اما مختلطه يا اما جافه يا اما حساسه. طيب الدهنيه دي معروفه جدا وهي يعني كل الناس عارفاها، اللي هي بيبقى المسام هنا واسع شويه. تمام. وبتلاقي كل البشره عليها زي زيوت كده، بنقول انها بتبقى مدهنينه شويه ومسامها واسعه وعندها زياده في افراز الغدد الدهنيه، فدي بشره دهنيه تماما. طب البشره المختلطه بيبقى التي زون، حرف التي ده كده، ده بيبقى عباره عن دهون شويه وبيطلع بثور هنا، والباقي بقى يا اما مختلطه تميل للجافه، مختلطة للعادية للحساسة. فأنا لو عرفت نوع بشرتي دلوقتي نمرة واحد أنا هعرف أتعامل معها. عليها. طيب خلاص عرفتها، المفروض بقى أن أنا أتعامل معها إزاي؟ أنا المفروض في عناية يومية همشي عليها. العناية اليومية دي أساسي،
كلنا لازم نمشي عليها طبعا، بما ان برنامج حضرتك هو وهي، فانا بخاطب دلوقتي هو وهي، مش خساره فيهم، مش خساره فيهم، مش خساره علينا علينا مراتي. لا مش خساره فيهم، لا هم برضو يعني مكملين، يهتموا اه طبعا ببشرتهم يعني، هم مكملين واساسيين معانا في الحياه. طيب هنهتم بيها ازاي؟ الروتين اليومي، اول حاجه انا لازم انظف بشرتي. طب انا هنظف بشرتي، هستعمل الغسول المناسب لنوع بشرتي والعمري. برضو لو حضرتك هتقولي لي طب انا امتى ابدا استخدم عنايه او اهتم ببشرتي، او العنايه دي من اول 16 17 سنه كده لازم اهتم ببشرتي، على الاقل اغسلها بغسول مناسب ليها، انضفها اول باول وارطبها. يعني لازم غسول، ما ينفعش مثلا الصابون الحاجات اللي احنا نبعد عن الصابون اللي هو العادي اللي هو زي الهاندوش كده اللي احنا بنغسل بيه بتاعنا ابو روائح ده، نبعد عنه خالص. لازم غسول، لازم غسول مختص لنوع بشره حضرتك وعمرك، لان احنا كل عمر فئه عمريه بتحتاج طبعا حاجات معينه. ايوه طبعا. وعموما دلوقتي مع تغيرات الجو ومع عوامل الجو والطقس والحاجات اللي احنا فيها، كلنا دلوقتي حتى يعني ابتداء من 20 سنه كله محتاج غسولات فيها كولاجين، فيها فيتامين سي. أيوة. فيها حاجات مغذيه جدا، فلازم ننظف الصبح، دي العنايه اليوميه اللي لازم كلنا هو وهي يستخدموها الصبح. الغسول اول ما اصحى، اول ما اصحى من النوم لازم اعمل بالغسول بتاعي. بعد كده بنشف، وطبعا الغسول اهم حاجه، وانا استعمل ايدي بحركات دائريه، يعني أيوة. انا ما اعملش احتكاك جامد لبشرتي عشان ده بيسبب تجاعيد وبيسبب حساسيه. فانا همشي دايما على بشرتي يعني حركات دائريه. وعلى الجبهه على فوق، وطبعا ما انساش رقبتي في اي حاجه. اهتم بيها، ده اساسي. واشطف بشرتي بالميه، وبعد كده لازم استعمل تونر. التونر ده فايدته ايه؟ هو بيعادل حمض البشره، وفي نفس الوقت البشره اللي مسامها واسعه شويه بيساعدني على انقباض المسام شويه. أيوة. خلاص توسع اكتر. وبعدين بحط اهم حاجه بقى عايزه كل الناس تستخدمها، كريم الحمايه بتاع الشمس. ده مهم جدا تحديدا في فصل الصيف ولا لا؟ صيف شتاء. يعني صيف شتاء قاعده في البيت، بتعرض لحراره، بتعرض لاضاءه زي هنا، لازم استخدم عامل حمايه. عايزه اقول لحضرتك ان الاضاءه في نفسها في حد ذاتها برضو بتضر البشره. اكتر حاجه بتضر البشره وبتعمل لنا تصبغات وبتعمل لنا تجاعيد هي الحراره، اشعه الشمس طبعا اللي هي الفوق بنفسجية دي. دي والإضاءة والحرارة، دول أكتر حاجة مع عوامل الجو بقى طبعا. لكن لازم أهم حاجة يعني نغسل الصبح بالغسول، وبعدين تونر، وبعدين أحط كريم الحماية بقى بتاع الشمس، أحط كريم المرطب بتاعي. لو طبعا في ناس بقى بما اننا دلوقتي في الشتاء فغير الصيف، فالموضوع محتاج بس مرطبات. انا ممكن استخدم كريم الشمس يبقى مرطب. طبعا كريم الشمس على فكره في انواع، يعني ما ينفعش بشره دهنيه تستخدم. ايوه كل بشره برضو ليها كريم بالظبط. عموما البشره الدهنيه والمختلطه بتستخدم الجل. احنا برضو حضرتك طبعا محضره لنا وصفات. أيوة. وماسكات كده عشان خاطر يعني انتوا عارفين طبعا الحاجات ممكن تبقى غاليه بشكل كبير. فاحنا على الشاشه ظاهره عندنا دلوقتي ده ماسك للبشره، ممكن بقى تقول لنا ده ماسك البشره بتاع الخميره، ثلاث راس خميره. ايوه الخميره دي بنجيبها من الصيدليه، ومعلقتين بن. ايوه ومعلقه جل صبار وميه ورد. وميه ورد، بصي حضرتك ثلاث اقراص خميره. الخميره هنجيبها من الصيدليه. تمام، اللي هي الاقراص اللي بناخدها دي عشان ده لاي بشره عادي، ده لكل انواع البشره. طب حلو. ثلاث اقراص خميره، ثلاث معالق بن، البن العادي اللي احنا بنشربه في البيت. وهنحط ميه ورد. طبعا ميه ورد انا بحطها بعينيا كده، اللي هو انا حاجه اللي هي تمسك العجينه بالظبط. ايوه تمسك الماسك اللي احنا هنعمل بيه. و ممكن بقى اضيف عليه الجنزبيل. الجنزبيل تحفه جدا جدا طبعا، بس مش بيعمل وبيحرق جدا. ما انا عايزه اقول لحضرتك برضو على معلومه وللساده المشاهدين. حتى مهما يكون الماسك طبيعي لازم اعمل تيست تجربه على حته هنا قبل ما احط اي حاجه على بشرتي. اي منتج سواء جبته من الصيدليه سواء جبته وعاملاه انا في البيت لازم، لان ممكن انواع جلد كتير بيبقى بتتحسس من انواع معينه بتتحط حتى. أيوة لو أيوة طبيعيه. فانا لازم بجرب على حته كده
ولو لقيت ان مفيش حساسيه اعمله. لكن الماسك ده عن تجربه انا بستعمله على طول وانا بشرتي حساسه جدا. الماسك ده حلو جدا. الجنزبيل انا بحط نص معلقه جنزبيل بس، يعني انا حاطه 3 بن وحاطه الثلاث اقراص خميره لكن وميه الورد، لكن الجنزبيل انا بحط نص معلقه جنزبيل قليل قوي. مفيد للبشره يعني جدا. اولا ده مفيد، بيشد البشره كاننا بالظبط جددنا الكولاجين والاليستين بتاع البشره، لان البشره مع مرور الوقت ومع عوامل الجو طبعا بتاثر جدا على بشرتنا. طبعا فالكلام ده بيعوض. هو ممكن الواحد بشرته تتغير من جافه مثلا لدهنيه بمرور الزمن، ولا لا انا مولوده بشرتي جافه يبقى جافه؟ ما ينفعش، لازم تتغير. لازم تتغير. الطقس غير الدنيا كلها. في برضه عندنا برضه مقادير سكراب للبشره. سكراب للبشره ده 3 معالق سكر. يا جماعه بقى صوروا الحاجات دي او اكتبوها عشان خاطر نعمل الوصفات دي في البيت، يعني حاجات برضو يعني عندنا متوفره في البيت عندنا كلنا بالظبط، وبتعمل نتيجه هايله بصراحه. يعني انا كمان حبيت اعمل حاجات لحضرتك وانا جايه عشان هي وهو يستمتعوا في راس السنه والاعياد بتاع اخواننا المسيحيين، وكلنا نستمتع كمصريين بالمسكات وحاجه عمليه وفي البيت. ده 2 معلقه سكر. ايوه. و2 معلقه بن. أيوة. وموارد وزيت اللوز الحلو. طيب بس في بقى هنا حاجه، ان السكر انا بطحنه، بلاش احط الحبيبات عشان ما يعملش حساسيه للبشره. خلينا دايما ممكن يبقى خشن شويه على البشره يعني. اي ماسك اي سكراب بستخدمه، المقشرات بتاعه البشره دايما خليها كريمي تبقى ناعمه. أيوة عشان بس أيوة. ما تسببليش وانا بعمل السكراب تبقى ناشفه. طيب السكراب ده لازم عشان اعمله ليه طريقه معينه، انا لازم بشرتي تبقى مبلوله شويه. ما ينفعش احطه على بشره ناشفه. أيوة. لازم البشره تبقى مبلوله شويه، وبحطه كميات بسيطه برضو، انا ما بكترش، مش بالكميه بالكتره يعني زي ما الشعب المصري بيتعود. ايوه احنا كده لازم نقفر. لا ما نقفرش خالص. وبعدين ببدا حركات دائريه على بشرتي كده بايدي بالراحه، وهنا انا دايما بمشي على البشره في اتجاه البشره عشان انا ما اعملش تجاعيد لنفسي. ايوه وهنا عشان البثور السوداء بتتكون هنا، فانا هتك هنا شويه لان ده عظم مش هيتاثر يعني. وطبعا هاخد رقبتي مع الماسكواش. بيحطوا وقت قد ايه بقى؟ الماسك من 10 دقائق لربع ساعه، اقصى حاجه ربع ساعه، ما يزيدش عن ربع ساعه. بشوف دايما ناس كتير قوي بلاقيها بتعمل تنظيف بشره كتير وغسول كتير وبتستخدم مليون كريم في اليوم، بحس برضو ان هم لا بشرتهم برضو مش اللي هي يعني. بحس بشرتهم الحاجات دي كترها فعلا بترهق البشره او بتتعبها. طبعا انا عايزه اقول لحضرتك، هو فعلا مقوله ان كل حاجه كتيره بتتقلب عكس او بتتقلب ضد الشيء انزل عن حد بتقلب ضده. دي حقيقه. دي حقيقه. فاحنا كل حاجه باعتدال يعني. انا ما ينفعش حتى زي ما بقول لحضرتك، حتى لو ماسك طبيعي، حتى لو اي حاجه، مش هعمل حاجه على الفاضي وعلى المليان، ما ينفعش. والسيرم بتاع البشره، الكريمات، اي منتج انا بحطه على بشرتي، انا بحط كميات صغيره جدا قد العدسايه كده، اللي هو تملالي بشرتي كلها وبشرتي تاخد الاحتياج. وعايزه برضو افهم حضرتك والساده المشاهدين ان كل الحاجه اللي احنا بنحطها دي، احنا بنتعامل مع سطح البشره. البشره دي طبقات داخليه. ايوه فانا بتعامل مع سطح البشره عشان ارطبها وعشان اهتم بيها والمظهر يبقى كويس واحافظ عليها للمدى البعيد. ايوه فاهماني. بس لكن كترها فعلا مضر يعني. كترها مضر جدا. المفروض ان انا طيب اعمل يعني اعمل تنظيف بشره، تنظيف بشره مش اللي هو الغسول بقى والروتين اليومي يعني، اعمل كل قد ايه مثلا؟ حلو جدا. تنظيف البشره ده احنا كده خلصنا الروتين اليومي. تنظيف البشره حضرتك بتتكلمي عليه ده روتين اسبوعي. لو انا عمري ما استخدمت تنظيف وحاسه ان بشرتي مرهقه وفيها بثور كتير وعندها تصبغات، انا ممكن اعمله مرتين في الاسبوع. ولكن لو انا بشرتي طبيعيه وانا اساسا بقدم لها العنايه بتاعتها، فانا هعمله مره واحده في الاسبوع. طب انا هعمله ازاي؟ ده المقشر اللي احنا اتكلمنا عليه، ده مقشر طبيعي جدا غير التقشير الكيميائي واللي بيبقى عند طبيب الجلديه. ايوه لكن التقشير، خلينا نعمل التقشير بتاع البيت ده مره واحده بس في الاسبوع او مرتين بالكتير لو البشره فيها تصبغات ومسام كتير. هعمله زي ما قلت لحضرتك، البشره تبقى منديه، واعمله حركات دائريه واشطفه واحط المرطب بتاعي بعديه بس كده. طيب ماشي. فصل الشتاء طبعا عارفين طبعا البشره دايما بتلاقيها جافه وبتلاقيها محتاجه ان هي ايه عنايه اكتر من فصل الصيف كمان. نستخدم ايه في فصل الشتاء، او ناكل ايه مثلا اكلات معينه مثلا تخلي في التلفزيون كده او بيظهر على النت بنات كده وشها عارفه انت منور وفي لمعه كده. مالناش دعوه بالتلفزيون. الواحد
عايز يوصل للدرجه دي اللي هو الوش بيبقى صافي قوي. أيوة. فيه لمعه كده. ايوه احنا بقى في شغلنا بنسميه بشره صحيه. زي بشرتك تبقى صحيه فيها نضاره وفيها لمعان وفيها كل حاجه يعني من غير ما تضيف لها اي حاجه. هو الاهتمام بالبشره. اولا هنشرب ميه كتير، ده مهم جدا 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 شرب الميه مع البشره الجافه. انت عارفه يعني الناس ما بتشربش ميه كتير. لا ده غلط جدا على فكره، بالعكس يعني فصل الشتاء محتاجين ان احنا نشرب ميه كتير جدا. الميه دي مهمه جدا لجلدنا، طبعا هي مهمه لجسمنا كله. أيوة لكن بما اننا بنتكلم عن الجلد فهي مهمه، عامل اساسي جدا في الجلد. وحضرتك كمان بتتكلمي على البشره الجافه، البشره الجافه دي مشكلتها ايه؟ مشكلتها انها بتحتفظ بالرطوبه على الجلد، او بتحتفظ بكميه الميه اللي المفروض ترطبها زي بقيه انواع البشره الثانيه. أيوة أيوة. هي بتفقد على طول الميه اللي، فانا هعوضها ازاي عشان هي جافه؟ بشرب الميه. بشرب الميه كتير. يبقى نمره واحد انا لازم اشرب ميه كتير عشان بشرتي جافه. طيب نمره اتنين زي ما قلت لحضرتك انا هغسلها وهنضفها بس بالغسول المناسب ليها اللي هو فيه كل المرطبات اللي هترطبها لي. لازم كريم الشمس اساسي لكل انواع البشره زي ما اتفقنا. هشرب ميه، هحط المرطبات بتاعتي. انا بحب مدرستي الزيوت جدا، لو اي حد عشان الكريمات غاليه شويه فهو مهتم انه يرطب بالنسبه للبشره الجافه، زيت السمسم حلو جدا، زيت اللوز الحلو حلو جدا. الحاجات دي مفيده للبشره يعني جدا. زيت الجوجوبا اسعارها معقوله جدا، بس طبعا بجيبها من حد موثوق عشان ما تبقاش مخشوشه. يعني عند العطار، اي عطارين كبار كده هتلاقيه عندهم الحاجات دي مضمونه جدا. بس برضو هرجع واقول ممكن حضرتك تكون بشرتك نفس نوع بشرتي وحضرتك تستخدمي منتج وانا استخدم نفس المنتج، هيجيب معاكي نتيجه ممكن معايا انا يعملي حساسيه يعملي مشاكل. واحنا نفس النوع. فما ينفعش اخد الكلام كده وعلى، لازم اجرب انا حكيم نفسي يعني. أيوة أيوة. انت خلاص يعني بتفهم بشرتك نوعها ايه او تتعامل معاها ازاي او كده. طب في برضو اللي هو الميك اب ريموفر اللي بنستخدمه يعني بننضف بشرتنا بيه من الميك اب وكده، هل ممكن انا استخدمه وبعد كده يعني استخدمه اشيل الميك اب ازيل الميك اب بيه وبعد كده احط ارطب بشرتي، ولا لازم اغسل وشي بغسول بعد ما استخدمه؟ طيب انا هجاوب على سؤال حضرتك ده، بس حضرتك سالتيني بالنسبه للاكل. الاكل مهم جدا. اولا لازم اهتم بالخضار جدا، وطبق السلطه مهم، وطبق السلطه يكون فيه كل حاجه. واليومين دول الشتاء كرنب الابيض والاحمر والفجل والحاجات الملونه دي، وحاجات اسعارها رخيصه جدا. وجرجير كل ما هو اخضر، والجزر والفلفل الالوان، الحاجات دي كلها حلوه جدا هتساعدنا. اولا هنقوي جهاز المناعه، ثانيا هنحسن من ملمس جلدنا عموما بتاع جسمنا وبشرتنا وشعرنا. ايوه تمام. وفي حاجتين كمان مهمين قوي بالنسبه لهي وهو في الاكل، الاعشاب بقى اللي هنشربها بالنسبه لهي، تشرب ينسون وتشرب شمر. شمر ايوه. الشمر واليانسون انوثه وجمال ونضاره وكل الكلام ده بيجدد الكولاجين. بالنسبه لهو هيشرب قرفه. بجد انا بشوف دايما ان القرفه يعني مش محببه كتير يعني. لا القرفه مفيده جدا وصحيه جدا. بس ده بالنسبه للاكل. السؤال بقى بتاع حضرتك بتاع الميك اب ريموفر. ايوه احنا لازم اهم حاجه بقى بتبوظ منطقه تحت العين دي هو عدم استخدامي صح ايدي صح عليها، وفي نفس الوقت اني بحط منتجات غلط، وفي نفس الوقت اني بستخدم ميك اب كتير جدا وبشيله بالطريقه الغلط. لازم استخدم الميك اب ريموف لازم بتاع منطقه العين ده، لازم ده اساسي جدا، وده هو معمول للمنطقه دي. بيحافظ لي عليها، بيبقى فيه مرطبات. فانا هغسل اول حاجه، انا رجعت بقى خلاص وعندي بقى الميك اب عايزه اشيله، همسك القطنه واحط فيها الميك اب ريموف بتاعي وهعمل كده، هشد جفني لتحت ولتحت زي ما حضرتك شايفه، وحرف السي همشي كده بالقطنه كده. انا همشي حرف السي من بره لجوه. انا كده نظفت خلاص. هغسل بقى وشي عادي بالغسول اللي انا بستعمله الصبح، هستعمله بالليل، ده اساسي. لكن لازم اغسل وشي من ما اكتفيش ان انا اعمل ميك اب ريموفر وبعدين احط الكريم المرطب بتاعي. لا طبعا كده البشره ما نضفتش. لازم انضف بشرتي بعد الميك اب ريموفر. بعد ما ازيل الميك اب بتاعي تماما ابدا بقى اغسل بشرتي. وفي ميك اب ريموف بيبقى اتنين في واحد، انا ما بحبش كده، انا احب كل حاجه مخصصه احسن يعني. أيوة أيوة. خصوصا منطقه العين دي لانها حساسه قوي، فانا بحب استخدامها ليها. بس طب تحبي تنصحي ايه الناس بايه يعني، عشان خاطر احنا وقت حلقتنا قرب ينتهي، تحبي تنصحي ايه الناس مثلا في فصل الشتاء يهتموا بشرتهم ازاي؟
او حاجه. بصي نصيحتي الاساسيه جدا 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 للناس، نشرب ميه نشرب ميه نشرب ميه، ده اهم حاجه، ده اهم حاجه. ونهتم ببشرتنا ان احنا نرطبها كويس جدا في فصل الشتاء لكل انواع البشره. كل واحد عارف نوع بشرته فهيجيب المناسب ليه. هنرطبها كويس جدا، هناكل اكل صحي، هنشرب مشروبات تساعدنا على تجديد الكولاجين والالاستين، هنعمل شويه رياضه وبس كده. انا بشكرك جدا، حضرتك نورتيني في حلقه هو وهي النهارده. ميرسي. دكتور طاروق طه اخصائيه العلاج والعنايه بالبشره. للاسف وقت حلقتنا فهو وهي النهارده خلص. اشوفكم بكره ان شاء الله في حلقه جديده من هو وهي في نفس الميعاد ان شاء الله.